ازيكم؟ يلا نعمل تيراميسو، حلو ايطاليه سهله ولذيذه جدا. كوبايه ميه سخنه، سكر، نسكافيه، وبعد كده ندوبهم، وبعدين نضيف كوبايه ميه بارده ونسيبهم يبردوا. كوبايه كريم شانتيه، ربع كوبايه سكر بودره، 3/4 كوبايه حليب بارد، نخفقهم مع بعض، حليب مكثف، قلب الجبنه كريمي، نخفق، بعد كده هنضيف معلقه قشطه وفانيليا ونخفق تاني، وكده كريمة الحشو جاهزة. ده البسكوت اللي احنا هنستخدمه، سافويار، هننزله بسرعة ونطلعه عشان بيبوش، ونرصه في البايركس كده بالشكل ده. بعد كده نحط كريمة الحشو في الكيس ونرص الطبقات، وبعدين نرجع نكرر نفس الخطوات. دي اخر طبقة هنسويها كده بالشكل ده وندخلها التلاجة للتزيين. ساعة التقديم نسكويك او كاكاو، وبالهنا والشفا. باي باي.